السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد على قناة الحياة أحلى مع سمسمة أتمنى من الله أن تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال في البداية بعد إذن حضراتكم ياريت تدعمونا بلايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم إشعار بكل جديد في البداية أحب أنوه أن أسعار الطيور والدواجن والكتاكيت من بورصة مصر ده سعر جملة وأقل من سعر السوق سعر السوق بيختلف من منطقة لأخرى إليكم أسعار الطيور والدواجن والكتاكيت من بورصة مصر اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 سعر كيلو الفراخ البيضه اليوم 24 جنيه سعر كيلو الامهات الابيض اليوم 18 جنيه سعر كيلو الفراخ الساسو 31 جنيه واخيرا في سعر الفراخ سعر كيلو الفراخ البلدي 35 جنيه اما عن اسعار الارانب سعر كيلو الارانب اليوم يتراوح ما بين 40 الى 43 جنيه اسعار البط سعر كيلو البط البلدي خمسين جنيه سعر كيلو البط المولر واحد وتلاتين جنيه وسعر كيلو البط الفرنساوي اربعه وعشرين جنيه واخيرا سعر كيلو البط المسكوفي سبعه واربعين جنيه اسعار الكتاكيت الكتكوت الابيض عمرو يوم يتراوح سعره ما بين 3 جنيه ونص الى 7 جنيه 75 قرش والكتكوت الساسو يتراوح سعره ما بين 2 جنيه 75 الى 3 جنيه واخيرا الكتكوت البلدي ما بين جنيه وربع الى جنيه ونص اسعار كتاكيت البط كتكوت بط فرنسي يتراوح سعره ما بين 4 جنيه ونص الى 5 جنيه ونص كتكوت بط مولار من 10 جنيه ونص الى 11 جنيه ونص وكتكوت بط مسكوفي من 10 الى 10 جنيه ونص اما عن اسعار البيض كرتونه البيض الابيض يتراوح سعرها من 30 الى 31 جنيه وكرتونه البيض الاحمر من 30 الى 31 جنيه وكرتونه البيض البلدي اليوم 34 جنيه اما عن اسعار السمان السمان الاسمر يتراوح سعره ما بين 2 جنيه وربع الى 2 جنيه ونص، السمان الابيض يتراوح سعره ما بين 2 جنيه 75 الى 3 جنيه، سمان هجين عمره 14 يوم يتراوح سعره من 5 جنيه ونص الى 6 جنيه. في النهايه اتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم اتمنى تدعمونا بلايك وشير للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل جديد.